يعني لم يعد العثور على أغنية عالقة في رأسك لا تستطيع تذكر كلماتها أمرا صعبا، فقد توصلت جوجل إلى حل للمسألة بالهمهمة. فقط تستطيع إيجاد الأغنية المعنية على يوتيوب، ويتطلب التطبيق حوالي 5 إلى 10 ثواني من الهمهمة. طبعا يعني هذه الميزة مهمة يعني للذين يحاولون تذكر أغنية سمعوها لبعض الوقت ولم يحفظوا كلماتها أو اسمها ويتذكرون اللحن فقط. يا ريم شكلك انت بحثي عن اغنيات. حقيقه مره استفدت منه، كان في اغنيه شبه خيال كده لمايكل جاكسون قديمه وما اعرفها ولا فاكره، وهمهمت وعملتها ووجدت الاغنيه، وجدت ضالتي صراحه مره رهيبه، عجبني انا. أظن هو خبر صار لكثير من الناس، يعني فكرة أنه أنت دائما ببالك في أغنية ومش قادرة تتذكري كلماتها، وهذه الأداة يعني ممتازة. جميل. أكيد أكيد، يعني كلنا بنحتاج، لأنه ما بنحفظ الكلمات بسهولة أو حتى نتذكر الاسم. أو أغنية سمعتيها عابر أكيد على الراديو.